السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرده الله به خيرا يصيبه منه. معنات الحديث هذا يا أخواني ألا وهي الكلمة اللي يقول خيرة خيرة. معنى كلمة خيرة إذا بغيت شيء ولا ناوي على شيء ولا قدمت على شيء ولا حصل، أكثر الناس يقولون خيرة في خيرة، فهذه خيرة من الله سبحانه وتعالى. ولا تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإياك. نعم.